والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال ومرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا يوسف، شكرا ليلى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. استمراراً لجهود تطوير العلاقات المصرية العراقية، انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثانية من اللجنة المصرية العراقية المشتركة، وتختتم اجتماعات الخبراء غداً الأحد قبل أن تنعقد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، ثم تختتم الاجتماعات بانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتشهد التوقيع على وثائق التعاون المشتركة، حيث يتباحث الخبراء من الجانبين ملفات التعاون المشترك ووثائق التعاون المرتقب في مختلف المجالات، بما يعزز جهود التنمية المشتركة في البلدين. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخربشة توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة في قطاع الغاز الطبيعي في إطار تنويع أوجه التعاون القائم بين البلدين في العاصمة الأردنية عمان. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع الاتفاقيات يأتي تجسيدا لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في قطاع الغاز الطبيعي، وما يشهده من تطور مستمر يعود بالنفع على كلا البلدين، خاصة أن القيادة السياسية في القاهرة وعمان وفرا دعما قويا للتكامل المصري الأردني الذي يحقق الاستغلال الأمثل لمقومات البلدين والمنافع المشتركة من البنية التحتية وشبكة الغاز الطبيعي الممتدة بينهما. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط لتسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي مع تنامي المخاوف المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار تحالف أوبك بلس بشأن خفض الإنتاج. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.5% إلى 74.79 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.6% إلى 70.17 دولار للبرميل. وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.7% لتصل إلى 2.36 دولار، كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 4.17% لتسجل 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تونس الائتماني إلى الدرجة CCC- هذا، واعتبرت الوكالة أن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة، وذلك في إشارة إلى وجود عجز مالي فادح في الخزينة التونسية. وبررت فيتش ذلك بمواصفته بالنقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي ويزيد الضغوط على الاحتياطيات. أكدت وكالة أكوفان الدولية للدراسات الاقتصادية أن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا توقع اتجاها هبوطيا للتضخم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه النظرة المشجعة لا تزال الأسعار وأسعار الفائدة مرتفعة، مما يحد من التأثير على القوة الشرائية للأسر، وسيتطلب التعافي القوي تدابيرا إضافية. وأشار البنك المركزي لدول غرب أفريقيا إلى أن الفترات القادمة يجب أن يستمر التضخم فيها في الانخفاض ليعود إلى ما دون 3%، وذلك تماشياً مع الهدف الذي حدده البنك المركزي، مضيفاً أن هذا التنبؤ استند على انخفاض معدل نمو الأسعار في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وذلك ليصل إلى 8.84% إلى 4.6%، وذلك في الفترة ما بين شهر سبتمبر من عام 2022 حتى أبريل من عام 2023.
انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وليلى. شكراً لك ميرنا.